أثار استخدام الفيفا في كأس العالم في روسيا 2018 لتقنية ما يسمى بالفار أو الفيديو الذي يتم من خلاله إعادة تسجيل أو رؤية اللقطة التي يشتبه الحكم فيها إن كانت صحيحة أو خاطئة، تسلل أو هدف أو ما إلى ذلك، لتحري الدقة في صحة الحكم الذي يطلقه الحكم. لوحظ مؤخرا أنه فعلا تم تطبيقها على مدى واسع في كأس العالم 2018، لكن ما لا يعرفه الجميع بأن الكابتن أحمد سيف قائد، وهو الذي استخدم هذه التقنية قبل 10 سنوات في مباراة التلال وأصق في مدينة عدن أثناء تحريه الدقة حول هدف لم يكن صحيحا آنذاك، وتم مشاهدة الفيديو الذي التقطته عدسة الكاميرا التابعة لتلفزيون عدن وقتها وأصدر الحكم آنذاك. إذن مشاهدين الكرام، دعوني أستضيف معي عبر الهاتف الكابتن أحمد قائد سيف، مبتكر تقنية الفيديو في المباريات. أرحب بك بداية كابتن أحمد. حياك الله، أهلا وسهلا فيكم أستاذي العزيز. إذن كابتن أحمد، دعنا نتحدث بداية عن شعورك اليوم وأنت تشاهد التقنية التي استخدمتها قبل 10 سنوات وهي تطبق اليوم في كأس العالم 2018. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا تغمرني السعادة الكبيرة أن أنا أشاهد هذا الحدث الكبير، وذلك تقنية الفيديو أن تطبق في كأس العالم، حيث أن احنا اليمنيين طبقناها قبل ذلك قبل 12 سنة في ملعب 22 مايو في مدينة عدن بين الفريقين التلال والصقر. الفرحة تغمرني وتغمر اليمنيين كثيرين بسبب أن احنا أول من ابتكر هذا الشيء بالصدفة طبعا. نعم. والشكل العفوي كانت في المباراة الكبيرة اللي كانت فيها بين فريقين التلال والصقر. سعادتنا طبعا كبيرة جدا، حيث أن الكابتن المعلق الكبير عصام الشوالي ذكر اليمن، ذكر اليمنيين في مباراة في كأس العالم بين السعودية ومصر. نعم. وذكر أيضا حكم يمني كان هو السبب أو كانت لنا بصمة في هذا الموضوع. قد لا يكون العالم عارف بهذا الموضوع، ولكن نحن عملناه بشكل عفوي وشكل كان لإخراج المباراة لبر الأمان، حيث كانت المباراة بين فريقين كبيرين، وكانت أيضا هناك مباراة تنافسية بين نادي التلال ونادي الصقر. أدى في اللحظات اللي تم إعلان فيها المعلق الكبير عصام الشوالي عن هذه الحادثة. يعني الشكر فعلا، جرفنا الدموع المعلق التونسي، جرفت الدموع من عيوننا. نعم، الشكر الكبير للمعلق التونسي عصام الشوالي أستاذ العزيز، وذلك هذا الشيء. نعم. الذي لأول مرة نسمع اسم اليمن في كأس العالم. نعم. وأول مرة نسمع فريقين يمنيين يذكروا في أيضا في بطولة كأس العالم، وأول مرة نسمع أيضا حكم يمني يذكر في كأس العالم. كانت نعم. سعادة لا توصف فيها. يعني شكر كبير للمعلق التونسي عصام الشوالي، معلق قناة بين سبورت العالمية. نعم. تحدث في مباراة مصر والسعودية عن الكابتن أحمد قائد سيف، وعن أنه أول من استخدم هذه التقنية، وهذا يعني فخر لنا كيمنيين وفخر أيضا للكابتن أحمد قائد. إذن دعني أسألك سيد كابتن أحمد، أنه هل كنت تتوقع أنه بعد أن استخدمت هذه التقنية سيأتي يوم وتطبق في محافل دولية استخدام مثل هذه التقنية؟ والله أستاذ العزيز والشهداء المستمعين، صدقنا لم أتوقع نهائيا، حتى بعد هذه المباراة لم يقدر الحكم أن يعملها أو يستطيع أن يعملها بعد هذه المباراة. نحن أصبحنا حاجة غريبة أنها تحدث في اليمن، أن نطبق شيء زي هذا مثلا. يعني في قوانين كرة القدم ليس موجود مثل هذا الشيء في قوانين كرة القدم. نعم طبعا. نعم أيوة طبعا طبعا، تعاملت معها ببديهية يعني في ذلك الوقت. أيوة طبعا بشكل عفوي، قلت لك أنا في البداية أن كان الفكرة كانت بشكل عفوي علشان نخرج من الضغط اللي كانت في المباراة والتعصب الجماهيري وهذا كل شيء، لنعاد الحق لحقه. وهل رأيت أنها فعلا مفيدة في تطبيقها في المباريات؟ وهل رأيت فعلا أنها مفيدة في تطبيقها للمباريات؟ فعلا فعلا، أنا أعتقد أنها مفيدة للمباريات، وسوف تتحسن عندما توصل الفكرة للناس بشكل أوسع. وهذا كل شيء الموضوع بكل شيء هو يعود على قرار الحكم. نعم. هل يريد رؤية الحدث الذي هو لم يراه أو لم يتخذه في هذه اللحظة؟ نعم. أن يريد أن يطبق العدالة، أن يعطي كل فريق حقه. هنا هذه الحالة أن
كل الحكم في حالة أنه رأى لم يرى شيء وليد تطبيق العدالة فإنه سوف يطبقه وإنه سوف الفريق الذي لم يأخذ فرصته سوف يأخذ حقه في المباراة. إذن تقول ليس بالأهمية أن يتمسك الحكم بغروره وأن يصر على رأيه حتى وإن كان خطأ، بالإمكان أن يتحرص المصداقية وأن يشاهد الفيديو، فإن كان قراره صائبا فاستمر فيه، وإن كان خاطئا أو لم يستطع رؤية يعني هذا الخطأ أو هذا الهدف فبالإمكان أن يتحقق من ذلك وأن يعيد تعديل القرار. صحيح كلامك صحيح أستاذي العزيز. لماذا نريد كرة مقدم ممتعة وشيقة حتى أن الفريق اللي له الحق يأخذ حقه حتى لا يكون هناك شيء مغلوب فيه. طيب كابتن أحمد، وأنت كنت أول من استخدم هذه التقنية، هل تحركت وقدمت ربما رسالة إلى الفيفا بتثبيت هذه الابتكار الذي بدأته في هذه المباراة قبل 10 سنوات؟ والله يا أستاذي العزيز لم أتقدم ولم أعمل هذا الشيء في هذه الفترات. نحن حاليا عام 2006. حاليا نحن الآن في صدد الاتحاد العام لكرة القدم وخصوص الأمانة العامة لكرة القدم الدكتور حميد الشيباني طبعا نتحرى في هذا الموضوع حتى يكون في هنا إطار رسمي من قبل الاتحاد العام لكرة القدم. أنت الآن أنت تبحث على وثائق وثائق رسمية علشان تثبتها، الناس لا يريدوا كلام. هل ما زال التسجيل موجود كابتن أحمد؟ التسجيل موجود في تلفزيون عدن. يعني تقول الآن على تلفزيون عدن والاتحاد كرة القدم أن يتقدم برسالة إلى يعني إلى الفيفا إلى الجهات المختصة وهذا كل شيء، أنت عارف الآن بالظروف اللي نمر فيها وهذا كل شيء. لكن عندما يخاطب في الأخوة المسؤولين في معاملة عدن طبعا وزارة الإعلام وقناة عدن وهذا كل شيء، إن شاء الله نخرج بنتيجة إيجابية إن شاء الله ويتم تحقيق العدالة أن احنا نثبت حقنا أن احنا أول ناس أقمنا بهذا الشكل بهذا العمل بشكل عفوي، لا نقول ان احنا مبتكرين ولا شيء وانما قمناه بشيء لصالح الرياضه وصالح التحكيم وهذا فخر لنا جميعا. كابتن احمد، لكن دعني اسالك سؤال بما يتعلق بتطبيق هذه التقنيه في كاس العالم. هناك من انتقد هذه التقنية وقيل بأنها جويرت لصالح الفرق الكبرى ولم تكن عادلة في أكثر من حادثة أو أكثر من موقف. أنا شاطرك الله يا أستاذ العزيز، هنا تعود إلى حكم المباراة. هل تريد تطبيق العدالة؟ العدالة هنا عند حكم المباراة، الشيء الذي لم يشاهده يريد أن يشاهده بأنه يطبق العدالة فيها سوف يطبقها. لكن عندما لا يريد أن يطبق أن الشيء الذي أمامه وهو مقتنع في الشيء الذي رآه لا يريد شيء مثلا يشوفه أو حاجة، هنا نقول أن الناس يختلفوا في الآراء. الحكم هذا لا يريد، الحكم هذا لا يريد أن يطبق، الحكم يريد أن يرى ما الذي يطبق ما رآه عيناه وليس ما شاهده في تعاتي التقنية. إذن الحكم هو الوحيد الذي يقدر أن يطلب التقنية هذه، ليس أحد من غيره يريد طلب التقنية. نعم، إذن أشكرك جزيل الشكر الكابتن أحمد قائد سيف، مبتكر تقنية الفيديوهات في المباريات والتي تطبق حاليا في كأس العالم 2018. ونتمنى من تلفزيون عدن ووزارة الإعلام واتحاد كرة القدم أن تتعامل بجدية مع هذا المكسب الذي يعتبر لليمن وكرة القدم اليمنية، ويتم تقديم هذه الأدلة للفيفا لاعتمادها كأول من استخدم لهذه التقنية هم اليمنيون. أشكرك جزيل الشكر الكابتن أحمد، وبالتوفيق لك إن شاء الله في قادم الأيام.